تحية سيدي كريرو، ما زلنا تحت ضغط مناطق ال 29 ونص زي ما قلنا في آخر تحديث، وبقينا قريبين جدا جدا من مستويات ال 26 جنيه. سيدي كريرو قد يذهب إلى مستويات ما بين 61 ل 78 فيبو، عندنا دعم قوي جدا عند المستويات اللي احنا بنتكلم فيها، ممكن نلاقي منه انفراجة، وأعتقد إن احنا ممكن نشوف كسر للقاع السابق ونعمل قاع جديد ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. عندنا مستويات ال 26 لحد مستويات 25 ممتازة جدا جدا. أي شراء لسي أي بي وقف الخسارة فيه 23 جنيه، كسر 23 جنيه نظرتنا فشلت تمام، ولكن أعتقد إن احنا عملنا ده إمبوز وده تصحيح على شكل اي بي سي، اعتقد هنكسر القاع ده ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد. اي تراجع داخل مستويات 26 ونص لحد مستويات 25 جنيه هيكون فرصه ممتازه جدا جدا للشراء مع الالتزام بالوقف تحت مستويات 23 جنيه. وما زلنا نبحث لسيدي كبير عن قمه جديده، وسيدي كبير اعتقد انه هيروح وهيكسر مستويات ال 35 جنيه في اهدافه، واعتقد كمان هنكسر مستويات ال 40 جنيه ان شاء الله. ولكن خلينا نعمل انعكاس وبعد كده نحدد اهدافنا، وبالتوفيق.